الشبان والشابات هم جزء من أكثر من 1400 طالب وطالبة في كلية العلوم والتكنولوجيا استيقظوا ذات صباح على خبر صاعق مفاده أن هذه الكلية قد أغلقت بأمر وزارة التعليم العالي بالرغم من حصولها على تصريحات من قبلها كما يقولون. توجد الكلية في موقع شهير في مدينة جدة وقد كتب تحت اسمها أنها تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي التي بقيت صامتة لأكثر من 3 سنوات قبل أن تستيقظ من سباتها العميق وتكتشف أنها غير مرخصة وتقرر إغلاقها، فيما تحمل أوراق إدارية حصلنا عليها من طلاب الكلية ختما رسميا للوزارة كما ذكر الطلاب. احنا لما كنا نصدق التعريف الطالب او شيء زي كذا كانت تنختم الوزاره، يعني كان في ختم التعليم العالي وكنا ندخل طبعا زي ما قالوا الاخوان هنا انه ندخل الجامعه بالترخيص من التعليم العالي وانه حيعترف فيها. في كل الاوراق الرسميه اللي الترانسكريبت سندات القبض اللي بنستلمها كلها مكتوب تحت اشراف وزاره التعليم العالي، وبعدين الوزاره بتعطي الترخيص للجامعات بعد الدفعه الاولى. فكان أملنا بعد تخرج الدفعة الأولى حتعتمد الشهادات. لوحة قد الدنيا في شارع التحلية إذا كنت في أي مكان بسمع عنها، وثلاث سنين يعني موجود الجامعة دوبهم فتحوا عنها وعرفوا إن هي من غير تصريح، فين كانوا قبل كده؟ إدارة الكلية بدورها ذكرت لنا أنها ما زالت تفاوض وزارة التعليم العالي بغية إيجاد حل لهذه المشكلة، ونحن بدورنا حاولنا الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان لكنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة. لا أبدا، ورونا التصريح الترخيص تبع مزاولة المهنة والترخيص تبع الجامعة وكان موجود، يعني علني موجود حتى على اللوحة تبعتنا، واللوحة والمكان تبعنا أصلا يعني موقع كتير معروف بجدة شارع التحلية وعلني قدام الكل، فإحنا بصراحة يعني كان الكلام موثق وصدقناه. لهذا السبب احنا سجلنا وكملنا في الموضوع بالجامعة. شيء طبيعي لما انت الساعة 5 الفجر بكل بساطة ينزل خبر على الفيسبوك من موقع الجامعة الأساسي تم إقفال الكلية وأمر من الوزارة، يعني توقع نفسك مكاني، تفكر يا في مستقبلك، في أهلك اللي تعبوا عليك، في المصاريف اللي دفعتها، في عمرك كيف هتقضي. أغلقت أبواب كلية العلوم والتكنولوجيا بجدة ومعها توقف المستقبل لطلاب وطالبات حلموا ذات يوم بارتداء وشاح التخرج والانخراط في حياتهم العملية، أحلام صادرها قرار وزارة التعليم العالي الذي لا زال ساري المفعول حتى الآن. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة.